انا عايز اقول لكم للمصريين يعني، ودي نقطة مهمة قوي، خلي بالكم المفروض ان الاسعار في مصر تبقى اكتر من كده بكتير. وانا والله مش بقول كده بجامل الحكومة يعني، وهديكم مثال. هو النهاردة الدول الأوروبية والغربية، ودي كانت لا ما كانتش كان من ضمن معايير الاتحاد الأوروبي إن أبدا معدل التضخم لا يزيد عن 2%، مش كده؟ ده ودي ثوابت عندهم سنين طويلة، يقعدوا كده بال 10 وال 15 سنة بكل المتغيرات الدولية. النهاردة لما يبقى في حد بعض الدول 5 وفي بعض الدول 9 وبعض الدول 11، أنا بتكلم على دول غنية وعندها أنظمة مستقرة، أنظمة يعني إدارية وسلاسل غذاء وتسعير وحوكمة، ده كل ده ومش كده وبس، وما عندهاش عامل مهم جدا جدا موجود عندنا هو عامل النمو السكاني. في دول بقالها 40 سنة عدد سكانها ما زادش، وبالتالي ده عامل مهم نحطه في الاعتبار. لكن بالرغم من كده هم حصل عندهم نتيجة الحرب التضخم أو زيادة في الأسعار. طب إحنا لو إحنا عايز أقول لكم على حاجة، لو كان تكلفة الطاقة في مصر اتعاملنا بيه طبقا للأسعار العالمية دلوقتي، أنا أتصور إن كانت حصل قفزة كبيرة جدا في التكلفة. بمعنى إيه؟ أنت النهاردة اللي بينقل منتجاته من داخل يعني داخل مصر ما زال بيدفع تكلفة وقود 50%، مش كده؟ أقل من 50% دكتور مصطفى عشان ما يزعلش. يعني النهاردة لتر بنزين ب$2، 40 جنيه. لو أنا عملت ده، وأنا بقوله دلوقتي للمصريين ليه؟ مش عشان يقدروه، ولكن عشان يعرفوا إن الواقع اللي موجود عندنا ده واقع، ده أقصى حاجة ممكن نعملها لضبط والسيطرة على الأسعار. في حاجات تانية ممكن نعملها عشان يعني التجار يعني ما لا يستغلوا الفرصة وينتهزوها ويغلوا، ممكن ضبط الأسواق، ممكن زيادة المطروح، ممكن. لكن أنا عايز أقول طبقا للي حصل في العالم النهاردة، احنا بنتكلم على برميل البترول $120، طب لو بقى 150، يعني انا بكلمكم كده عشان تبقوا عشان باقي لكم كل حاجه. لكن احنا حريصين على ان احنا نخلي اسعار الوقود واسعار الطاقه. انا هقول لكم على حاجه، يعني الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بان انتوا ما تزودوهاش، مش كده؟ يعني الدكتور مصطفى كنا بنتكلم في موضوع التسعير الكهرباء وقلنا ايه، تبقى دي ثالث مره، مش كده؟ ثالث مره ناجل البرنامج لظروف عشان ما يبقاش حمل على الناس. مع الوضع في الاعتبار انا بتكلم على 17 مليون مشترك، مش كده ولا 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقه بتدفع اقل من 50% من ثمن الطاقه. انا مش بقول كده ان الدوله يعني بتمن على شعبها، لكن بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي فاتوره الاعباء على الناس ما امكن مناسبه. بقول تاني، لما كنا البرنامج بتاع الكهرباء لتالت مره ناجله، المره دي نتيجه الظروف اللي موجوده فيها دي، مع الوضع في الاعتبار ان تكلفه انتاج الطاقه بتاعه الكهرباء زادت نتيجه برضو ايه، ما هو النهارده الغاز اللي كان بيستخدم في الـ في الـ في الانتاج الكهرباء ثمنه اربع مرات اكتر. الدكتور مصطفى بيقول لي يعني برضو الدكتور مصطفى عشان يدافع عن نفسه وانا معاه يعني انا بتكلم على ايه. النقاش ده الهدف منه انك انت تعرف يا مواطن ان كان قبل كده $3 و$4 و$5 للوحده، مش كده؟ بتاعت الغاز، النهارده بنتكلم في $20 و$21. طب انت لو انت الكهرباء اللي كانت بتولد وكانت اقل من تكلفتها بتتباع للناس في الوقت ده،
اللي هي اللي بتتكلف 4 دولار، طب لما بقت 21 تساوي كام؟ هنا اللي بسجله للدولة ان ده اقصى حاجة ممكن نعملها عشان الاسعار ما تقفزش، وعشان نحافظ على ظروف الناس محدود الدخل، ظروف محدود الدخل. فانا بس برجع مرة تاني للنقطة دي واقول تصوروا ان احنا كنا هم بره بيعملوا ايه بقى؟ الموضوع على طول يعني الطاقة زادت الحاجة تزيد، وبعدين دي تسمع بقى في كل الـ يعني المنتجات ووسائل النقل، فتغلى الحاجة، فيبقى الناس تحس ان في تضخم كبير. احنا هنا ما عملناش ده. ولو ما كانش يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقنا خلال السنين اللي فاتت في اجراءات كتير عملناها، زي موضوع زي ما قلت كده العشرة مليار بتوع البتلو، صدقوني كان تمن المنتجات بقى اكتر من كده بكتير، صدقوني. طب ممكن نعمل اكتر من كده؟ ايوه، عشان بس ايه اكتر من كده بكتير. ايوه، واقول تاني، المليون راس ثمنهم 50 مليار جنيه. المليون راس ثمنهم كام؟ انا بتكلم كلام نظري، ممكن معالي الوزير يقول لي ده كلام السوق العالمي مش موجود فيه، صحيح، بس انت مش هتعمله في سنه ولا اتنين ولا ثلاثه حتى. شوفوا في بلدنا توقفت، وانا بقولش كده يعني قدح في اي حد، والله العظيم توقفت 50 سنه ما تفكرش ولا تكبر، والبلد كبرت قوي، ومصر كبرت قوي كحجم، لكن قدراتها ومواردها ما زادتش زيها. فانت غصب عنك وغصب عننا مش هينفع معدلات العمل بتاعتنا تبقى متسارعة، لازم تبقى قافزة، تجري وتنط تجري. هو كده، لان طب هنمشي بالراحة مش هينفع، لان احنا بالفعل متأخرين كتير. فارجع تاني للموضوع النهاردة، طبعا بوجه الشكر لكل اللي ساهم في هذه المشروعات وخاصة القطاع الخاص، وبقول له مرحب بيك دائما، وحقوقك محفوظة، وفكرك وإدارتك مقدرة، لأن احنا محتاجينها. وبقى هنا بالمناسبة للرسالة للقطاع الخاص، وحتى يعني الجمعيات والمجتمع المدني، في حد من المجتمع المدني موجود؟ مين؟ طب ادوا الميكروفون للي هو ممدوح. اتفضل يا فندم. قول انا كلمتك في التليفون كم مره عشان موضوع اللحوم؟ حضرتك كنت تفتكر ولا افكرك ولا؟ والله سيادتك كلمتني كتير جدا جدا في موضوع اللحوم، وبالذات في تربيه الحيوانات، وبالذات في كيفيه اضرار اكبر حاجه انتاج حيواني والبان حقيقي. ويمكن انا قلت لحضرتك ان يمكن الأرمان انها بتعمل هذا الموضوع لكن على الفلاح بس مش مزارع، يعني انا بدي الراس الماشيه للفلاح مجانا انه ينتج منها البان وينتج منها لحوم. انت كنت بتكلمني على الرؤوس العاديه يا فندم، كنت بتكلمني على الرؤوس العاديه العاديه يا فندم. ايوه، ده حضرتك لغايه دلوقتي على وانا قلت له اذا كنت عايزين تغنوا الناس انت لازم تدي الرؤوس ديت اللي هي بتنتج انتاجيه عاليه، سواء كانت في اللحوم او في الالبان، صح كده؟ صح يا فندم. قلت لي سيادتك ممكن نغير الراس الماشيه اللي بياخدها وندي له راس ماشيه تنتج لحوم او البان، مقابل ان احنا هنزود شويه تغذيه بالنسبه له عشان يقدر وهيجي له ربح اخر السنه. فعلا احنا حسبناها تماما بدقه، ممكن يوصل في السنه الواحده 500 الى 600 كيلو جرام. وسيادتك كلام ده جدا، انا كنت في البرازيل 3 سنين، كنت هناك فعلا بيصل اقل راس هناك 600 الى 700 كيلو. طيب انا بس قصدت بالرمان وبقصد خير وبكل منظمات المجتمع المدني ان احنا مرحبين بكل جهد، ومش مرحبين، احنا محتاجين كل جهد لكل مصري
يعني مخلص وشريف من أجل بلده. وبنقول للناس لما اتكلمنا في النقطة دي قلت له أنتوا يعني أنتوا بتدوا راس ماشية بتطلع 7 من 10 كيلو يعني 20 كيلو في الشهر بالظبط يا فندم كده، و7 ل 8 كيلو لبن في اليوم. قلت له لو انت تخلي المزارع ده يطلع 45 كيلو في الشهر في الراس في 6 شهور يعني حوالي 300 كيلو تقريبا. ال 300 كيلو دول ده ضعف الكميه اللي كان بينتجها قبل كده. يبقى انت غنيت ولا ما غنيتوش؟ غنيت يا فندم حقيقي في اخر السنه، لانه بعد ما كان بيطلع 20 هينتج لما اقل 150 كيلو ولا 200 كيلو حاجه غريبه. ممكن يقول لك الناس يا عم انت ايه اللي بتقوله دوت في التلفزيون؟ ممكن الناس تقول كده دلوقتي انت ايه اللي بتقوله؟ قال بقوله عشان بلدي، بحلم عايز اغير حياه الناس، واغير حياه الناس بفكره. بايه؟ بفكره. طيب ما هو النهارده بقى معالي وزير الزراعه مع منظمات المجتمع المدني مع حياه كريمه مع ده مستعدين يا دكتور مصطفى نحط رقم ضخم لعمليه الاحلال اللي بتكلم عليها. وبالمناسبه انا ما بقولكمش دوهم للناس ببلاش، لا، ادوا للناس ورعوهم وخليهم يعرفوا يغذوا الحاجه بتاعتهم كويس والصحه وموضوع الصحه كويس، وبعد كده في الاخر ما انتوا بتاخدوا منهم المنتج مش كده يا ست؟ لا احنا بالنسبه لينا ما بناخدش منه اي حاجه خالص. يعني انا بديها يمكن 3 درجات اللي هي الارمله اللي بتعول الايتام او ذوي الهمم اللي مش قادر لكن عنده حد ممكن يرعاه. لكن بتجربه سيادتك يمكن انا كنت بتكلم مع تحيا مصر فعلا وفي حياه كريمه ان احنا ممكن هنديله راسين زي ما سيادتك بتقول بالظبط، هينتجوا بعد سنه حوالي من 400 ل 500 كيلو، هيبيع الراسين لو كان ذكور وهناخد منه جزء من الثمن، ثمن تغذيه حدها له لمده سنه. طيب انا بتكلم ده لان احنا عايزين في البرنامج ده مع وزاره الزراعه ومع المنظمات طب انا عايز جمعيه الاورمان وقاصد خير وكل اللي بيشتغل في الفكره ديت في المجال اللي هي الحيوان اللي انا بتكلم فيه، ان انا بقى عايز ادي عنده قدره على الحوكمه اكتر مني. توافقوني على كده؟ يعني ايه حوكمه اكتر مني؟ يعني هو قادر على ان هو لما يدي الكلام ده ل 10,000 مربي عارف عنده اليات متابعه واشراف عليهم بشكل كويس. صح كده؟ بدقه يا فندم. ها؟ بدقه يا فندم. انا عندي متابعه شهريه في كارت شهري بحطه عند اللي بديله هذه الراس، بيمضي عليها المتابع بتاعي ان بتشوفها في حاله جيده، زائد فعلا يمكن الطب البيطري ودي شهاده لله والله عامل مجهود جامد جدا، بيكفي دكتور الطب البيطري بيعدي معايا على هذه الراس ويتاكد انها سليمه ويتاكد انها بترعى 100%. انا قصدت بالكلمه بتاعت ان الجمعيات بتقدر باليات العمل بتاعها الاهليه توصل. تقدر تعمل شغل اكتر كتير واكثر حوكمه من الدوله، وده مش عيب، وده هم قادرين على كده. ارجع بقى مره تانية اقول تاني، وانا مش عامله فقط عشان ان انا احسن حياه الناس، لا، ده احنا هنعمل مجموعه اجراءات الهدف منها يعني حزمه كامله من النتائج تتحقق. انا عايز اقول لكم انت المليون راس اللي بتكلم عليهم دول ممكن حد زي ما بقول كده يقول ده رقم كبير قوي، يعني مليون راس في دولة زي مصر ما تحلمش أقل من كده وما تشتغلش أكتر من كده وتفضل تحشد في قدرتها وطاقتها مع بعضها كلنا نبقى الهدف ده. ليه بقى؟ لأن أنا عايز أقول لكم على حاجة، إذا كان معدل التحويل اللي بنتكلم عليه، أنا بتكلم في التسمين، في الوضع الحالي يبقى 200 في المتوسط، 200 كيلو للرأس في المتوسط. في اللي انا بتكلم فيه ده هيبقى من 400 ل 500 في المتوسط، صح كده؟ في 6 شهور يا ست لو ممدوح، مش في سنه، في 6 شهور. في 6 شهور يبقى انا ضعفت انتاجي من انتاج اللحوم بالفكر. صح. طب انت تقول لي ايه؟ طب انا هجيب بقى الفلوس منين وده بالدولار وكتير قوي وبتاع. انت هتفضل يعني تغلب نفسك وتغلبنا معاك، مش كده يا دكتور مصطفى؟ لغايه لما تعمل الحلم، وانا معاكم. تاني بقول ده ايه؟ ده حلم من كام حلم بالمناسبه يا مصريين؟ من مليون حلم. صح. احنا بس كنا اتكلمنا دلوقتي في الافتتاح ده بنتكلم عليه. لكن النهارده انا بحول كل مربي، كل بيت
ريفي صغير الى مشروع صغير وبغير له حياته، لان هو بعد ما كان عنده راسين بيزيدوا له بيجيبوا له 500 كيلو ل 400 كيلو في كل 6 شهور هيبقوا الضعف. ونفس الكلام هو مش هياكلهم بنفس يعني مش بنفس التسعير ده، لا هيبقى اقل فيها، مش نفس الكلام لانتاج اللبن. ف هفضل اتكلم في الموضوع ده لغايه لما تعملوه. احنا امبارح سيادتك عملنا بروتوكول مع احد برضه مستثمري القطاع الخاص، وفعلا بينفذ اللي هننفذ في البروتوكول ده التوجيهات اللي سيادتك بتقولها، ان احنا نربط المربي بسلسله، يعني المستثمر ده هياخد منه اللبن وهو اللي هيدوله العلف وهو اللي هيتابعه بيطريا وهو اللي هيتحمل تكلفه التامين عليه. فاعتقد ان ده برضه توجه زي ما سيادتك يمكن. والله لو انتم عارفين طبعا يعني الغرفه بتاعت الانتاج يعني اللي شغاله في المجال ده، لو جابت النهارده 70 80 من كبار المربين او اللي بيعملوا في هذا المجال القطاع الخاص مع الجمعيات مع الحياه كريمه، ونعمل برنامج نطلقه ونتحرك بيه مع الناس،